قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية. ده الكتاب, ده ده الكتاب, ده الكتاب. العقائد ده انا اكلمكم النصيحة, لو ما تكسرت ما بنمشي لقدام. ما يقدر يغشك يقول لك يا مولانا الأمة بخير. ايوه الأمة بخير, لكن في شر قاعد لابد يصلح, لابد يصلح. اكتر الناس ما دايرة دين الله, اكتر الناس دايرة حرام القلوب تقلب في نوبي بتقلب. يا عيني تعاينا الجنن تنو قلبي. اكتر الناس ما داير دين الله, عشان كده ربنا قال وينطط اكتر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. عشان تعرف انه نحن وجعتنا وحرقتنا دي ما ساكت, ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير. وما حصل ابدا جينا قلنا يا جماعه ادونا حاجه, ولا دارين من زول قروش, دارين نحذر الناس من الشر. هل بيكشف الكروب ربنا؟ عشان كده ربنا قال في سوره يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمثل قال العود كان ما فيه شد ما بيقول شنو يا جماعة, ما بيقول طق. والله يا جماعة عندنا جيرك في السودان لو ربنا تور أبو لهب عليه لعنة الله جاء السودان بس خمسة دقائق بس حيقول شيرك زي ده أصله ما شفنا. الله تكلم عن الناس, عن ناس, وقال سيقول السفهاء من الناس. تجار الدين ما بيقولوا الحق, عندهم مصالح, عشان كده الرسل ما عندهم مصلحة في بشر أبدا. ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلاك سمين, تفاح, كب, برتقال, كب, أناناس, ليمون, دمنه دمنه. ده رب العالمين يا كيف تنادي لك تقول لي يا شيخي البريدك مد ليدك يمدها بيوين ودفنت. انت تزعل من ده ولا تزعل مني انا؟ بالله يا جماعه ابقوا منصفين وابقوا عادلين. منو قال قال انا البنيت السماء ما الله, وقال انا العرش والكرسي بتاع الله, وانا كان ماخذ لام من الله نار الجحيم الخلقه الله, انا بقدر اطفيها ذات واغلب الله. منو؟ محمد عثمان المرغني. في شيرك لو انت تكتت وانا تكتت ربنا بيهلكنا كلنا يا جماعه, الصالح والطالح. عشان كده ربنا قال ادعو, الرسول قال الدين النصيحه. في شيرك الجنه حق الله, في ناس قالوا الجنه ما تكنه نحن. والموضوع ده ما بيصلح الا بدعوه صريحه. اما الدعوه بتاعت الغدغته تغدغت في المواضيع, تتكلم كلام فضفاض بفوق بفوق. يا امه الاسلام الأمة تحتضر والأمة تنتظر والأمة تعيش جراح وآلام. جراحة وينه؟ آلام وينه؟ في دعاة ما عندهم موضوع, دعاة دارين يأكلوا ها بمنبر الدعوة, دارين يغشوا الناس, شغالين شغل فوق فوق. أتكلم عن العقائد دي عديل, ما في عقائد خربانة في المجتمع ولا ما في؟ حتى في أكثر الأماكن لو جات بتغني ولا دول بيمدح الناس بتذموا ها. لو جات ها جابوا اللمين, جات حنان بلبلو ندى القرعة, اوه ناس بقرب. لكننا بنجي الحق. ربنا قال اكثر الناس ما دارين حق. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الزول اللي بكورك من برا ده ما هو ما عنده حجه. لو عنده حجه عرفت تمام كورك, بيجي بيقول والله انا عندي رد عليكم. اتفضل اتفضل, طب بنديك المايك ده تتكلم للصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة ياسين حاكيا قصة الرسل والرجل الصالح الذي دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه الآيات تحكي قصة الرسل اللي ربنا بعثهم لقومهم. قالوا إنا إليكم مرسلون، هم اثنين قالوا لهم لقومهم ربنا رسلنا لكم إنا إليكم مرسلون. قاموا اعترضوا عليهم أهلهم وقومهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هم دار ينكروا الرسالة بتاعت الرسل ديل عشان الرسل ديل بشر زيهم، يعني هم دارين ربنا يرسل لهم ملائكة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني البشر ربنا برسل لهم رسول من جنسهم، لذلك قال تعالى في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم يعني من جنسهم. ولذلك الرسل ذلك لم ربنا لما أرسلهم كلموا قومهم قالوا إنا إليكم مرسلون، اعترضوا عليهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني نحن مسؤوليتنا كرسل نبلغ، كما قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل مهمة الرسول إنه يبلغ، يكلم الناس بالحق، يأمرهم بعبادة الله وحده وإنه ما يعبد مع الله أحد ويفرد ربهم بالعبادة. قال له بعد ذاك، يعني بعد ما تكلمهم وتعلمهم وتنذرهم وتخوفهم من النار وتبين لهم كل شيء، بعد ذاك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بعد ذاك لو في زول ضل ربنا قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك الرسل دار كلموا قومهم كلام قيم جدا، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ذلك قاموا قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، طيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم. والتشاؤم اللي كان عند الكفار زمان حتى الليلة دي موجود عند الناس اللي بيقولوا مسلمين، كثير من الناس إنا تطيرنا بكم. الواحد لما يجي مارق من بيتهم لو لقاه زول أعور ولا أعمى ولا كراعه مكسورة ولا لاقته بهيمة سوداء ولا طائر قبيح ولا أي شكل زي ده، بيقول لك اليوم ده يوم كعب، ده يوم كتش، يقول لك ده يوم منافع. لاقاني في والبني آدم ده من الصباح لأنه دي من الطيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني إشراك بالله سبحانه وتعالى. لأنه زول لاقاك لو كراعه مكسورة أو أعمى ده ما عنده علاقة مع أقدار ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجري عليك، ما عنده علاقة. كونه زول أعمى لاقاك في الشارع أو زول أعور لاقاك في الشارع ده ما عنده علاقة مع حياتك أنت، مع الأقدار اللي ربنا كاتبها لك أو عليك، ما عنده علاقة. ده زي الناس اللي بيتعاملوا مع النجوم
بيكتبوا أو بيعلقوا أقدار ربنا عليهم بالنجوم، يقول لك البرج الفلاني والنجم الفلاني وإلى آخره، وذيل من الكذابين من المنجمين ومن غيرهم. ولذلك قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، يعني النجوم دي بتزين السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. النجوم دي زينة وجمال للسماء. انت لما ترقد بالليل تعاين في النجوم بأشكال مختلفة بصور مختلفة، دي زينة وجمال للسماء. الحاجة الثانية من فوائد النجوم رجوما للشياطين. ربنا قال في سورة الجن عن الشيطان: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. الشيطان بيمشي يصنت والشياطين بتركب فوق بعض، واحد فوق الثاني، لحد ما يكون الأول هناك جنب السماء يسترق السمع، يصنت للوحي، دار يسمع بالوحي اللي ربنا بيأمر به الملائكة. ليه هو بيسترق السمع؟ لأنه الشيطان عنده كاهن شغال معه تحت في الأرض، كاهن، والكاهن ده احنا بنسميه أبوك الشيخ، ده بيقولوا لك، يقول لك ده الشيخ ده مولانا، وهو في الحقيقة شنو؟ ده كاهن. أبوك شيخ كبير وتلقاه فاتح له مسجد والجماعة بجو داخلين ومارقين برنامج هيلمان وحيران واقفين برا، اسمه أبوك الشيخ وفي الحقيقة هو كاهن. لذلك قال الشياطين فوق بعض، يكونوا مرصوصين فوق بعض إلى السماء. اللي فوق قال فيسمع الكلمة، ما بيسمع كثيره، ما بيقدر لأنه في شهاب. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الشهب النجوم دي بتصطاد الشياطين بتضربها، عشان كده الشيطان الفوق فوقاني داك بيسمع كلمة واحدة، قال فيلقيها إلى من تحته بسرعة، سمع كلمة من الوحي بالدال اللي تحته والتحت بالدال اللي تحته بسرعة حتى تصل للساحر تحت والكاهن ده أبوك الشيخ، كن قاعد أنت بتجيه بتقول له اللي بيحصل له شنو، هو بيسمع كلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكذب معها 100 كذبة، الصح واحدة والكذب 100. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، عرفتها؟ عشان كده مرات الناس بيمشوا لدجالين، انت لما تقول لها يا حبوبتي ويا امي ما تمشي لزول ده ساحر، ده دجال، تقول لك هوي انا بقرتي راحت وداير زول يجيب لي، ذهبي راح داير يجيب لي، تقول لا ده كذاب، تقول لك لا اليوم داك حجة فلانة ديك مشت ليه وراها ذهب وين، ديك صح. ليه؟ لأنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بيسمع كلمة واحدة من الحق والباقي بتم كذب، فيصدق، الناس بيصدقوا لأنه قبل اليوم قال له كلمة وطلع الصح، الناس بعد ذلك بيمشوا له. عموما الشاهد من كلامي كله شنو؟ إنه الشياطين بتضرب الملائكة، دي الفائدة الثانية من فوائد النجوم. قال زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. أهلنا نحن اللي بيعرفوا البوادي واللي بيعرفوا السفر بالليل بالنجوم بيمشوا بالنجمة، والواحد يوصف لك بيته بالنجمة يقول لك بيتنا في النجمة دي، بيعرفوها يهتدى بها. قال فمن تأول فيها غير ذلك، أي زول يجي يقول لك في عنده برنامج مع النجم غير ده، أعرف إنه ده دجال ومشعوذ، ده غير الجماعة اللي بيكتبوا لك الأوراق وغير الجماعة اللي بيجوا يملوك الطلاسم وبخرات ومحايات وبلاوي، بلاوي موجودة في المجتمع. على أي حال نرجع لقصة الرسل، ديلك قالوا لهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بالله يا أخواننا شوفوا
الرسل ده بيجوا بكلام سمح، ما قالوا للناس كلاما عوج، اصله كلام عوج ما في، ما جاء قالوا للناس اعبدونا نحن، لا، ما جاءوا قالوا للناس تعالوا ادفعوا لنا قروش. ربنا قال في القرآن عن كل الرسل: قل ما سألتكم عليه أجرا، قل ما سألتكم عليه مالا. ما في رسول بيجي بيقول للناس ادوني، زي ناس أبوك الشيخ، خليت بالك معاي، أبوك الشيخ أول ما يجي يعمل عزيمة لو ما دفعت البياض ما في أي حاجة، تقول له اديني الفاتحة، يقول لك دفعت البياض؟ ما دفعته، امشي ادفع اول حاجه. في فاتحه بقروش؟ في دعاء بقروش؟ عشان كده الرسل كان بيقولوا شنو؟ قل ما اسالكم عليه مالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ربنا قال عنه في القران: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، انا ما جايكم بقروش ولا دار منكم قروش. دي مهمه الرسل. لكن ذلك مجرمين بعد كلامنا السمح ده وما دارين منك حاجة. المجار ما دارك، قال لهم شنو؟ قال لهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. يا ناس رجمون في شنو؟ ده زي الكلام اللي قالوا أبو إبراهيم عليه السلام لولده. إبراهيم عليه السلام كلم أبوه كلام سمح، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال لي يا أبتي. يا أخوانا لاحظوا النصيحة دي، أول حاجة أسلوبه جميل، ما كلام بتاع إساءة، ما سألوا، لأنه في ناس الآن عندهم فهم غريب، يقول لك يا مولانا أنت لو جاي تكلمنا الله قال والرسول قال نحن بنقبل منك، لكن ما تنبز، نبز ما في، لكن يا ريت تقبل الحق. الحق ده حار براو، حار الحق ما حار النبز، انت عارف المعلومه دي، الحار الحق مو النبز. شوف كلام ابراهيم ده بارد ولين كيف، وشوف ابوه في النهايه قال له شنو؟ قال لي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. والسؤال ده يا اخواننا موجه لاي زول بيمشي له لقبر ولا لقبه ولا لضريح ولا تابوت ولا جنايات معلقه ساي، لا في زول مدفون ولا شيء. يقول لك بيان، في زول هني ما في بيان ساي، ما في زول ذاته. اها الممشلو ده قال له ما لا يسمع ولا يبصر. الشيخ المدفون ده اسالكم بالله الله اكانتك وركتلع للصبح بيسمعك؟ ميت. ربنا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الميت ما بيسمع. أها لكن تلقى الجماعة قاعدين جنب القبر، أبو يا شيخ الشيخ راقد له 40 سنة ما جاب له خبر، وبعد ده بنادوا فيه وبيندهوا. عشان كده قال لي أبوه كلام منطقي، قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو بتتذكروا قبل فترة الجرائد كتبت في واحد كان حارس القبة بتاعت واحد في الغرب هناك اسمه اسماعيل الولي، القبة تهدمت ذاتها قبل ايام. المهم الشاهد في راجل كبير عمنا شيبة كان حارس القبة دي 80 سنة، لما فيه جماعة من المتشددين او رباط عليم ربك قتلوا. اي في سؤال يتبادر للذهن، اي ذول عاقل؟ الزول ده حارس الشيخ، الشيخ يخليه يقتلوه كيف؟ ليه يخليه؟ ما كان يحرسه. عشان كده هنا ابراهيم عليه السلام قال له ولا يغني عنك شيئا. دي الايه الاولى، الايه اللي بعديها طوالي قال له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. شوف الكلام ده سامح كيف. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي دي نمرة أربعة، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ف
فتكون للشيطان وليا. الكلام ده أربع آيات وفين أدب راقي جدا. كل مرة بقول لي يا أبتي يا أبتي كلام حلو. بعد ده كله شوف أبوه رد لشنو قال له لئن لم تنتهي لو ما تخلي بيسوي في يدي الكلام اللي تقول فيه ده لو ما تخليه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أسا ده كلاما بيرجموا فيه يا أخوانا عشان تعرف عدم العقل تاع المشركين. عدم عقل. وأي مشرك زمان ولا أسا ما عنده عقل. ليه؟ لأنه اللي بيخلي الله الخلقه ويمشي يندهله واحدة ميت ده ما عنده عقل. عشان كده ربنا قال سأل سؤال في سورة الروم قال الله الذي خلقكم واحد ثم رزقكم اثنين ثم يميتكم ثلاثة ثم يحييكم أربعة بعد طوالي قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. أها ترى جماعة بتاع إنكم ديل بيسووا حاجة من الأربعة ديل في زول بخلق لا بيرزق لا بيحيي لا بيميت لا الأربعة ديل ما في زول بيعمل منهن حاجة. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عما يشركون. الشرك بيجي ترى من الحاجات دي. وبالتالي إبراهيم بعد ما قال لي أبوه الكلام السمح ده كله أبوه قال لي إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا أهجرني بعد ذاك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سبحان الله إبراهيم عليه السلام بعد ما أبوه رفض الحق بعد ده طمعان قال له بدعو لك الله هاتاني الكلام منقطع ما في كلام تاني قال له بدعو لك الله الله يهديك بدعو لك الله الله يرحمك. ربنا قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا بعد قال لي ما تدعو له ما تدعو له. بالله شوف التوحيد ده بيفرق بين الوالد الوالد والولد. انت ما عشان ما تجي تسوى لي بعد ما تبين لك الحق تقول والله انا اسوي والله انا حليب جاي كلهم هذيل ترى بينده في الفقراء انا بخلي اهلي وباري لي ناس جداد هو يا زول شغله ما في اهل. ربنا يوم القيامه قال وتقطعت بهم الاسباب يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. انت بتجير من مرتك مرتك جارية وراك تسكاك لي حسنة تقول له هي ما في طريقة مرتك ما في طريقة عشان كده انا سوي من السيدي انت نجد شغلتك الشغلة النية ما تسويها ما تقول تقول لي انا اهلي وي والله اهلك ده الناس الحق ده لأهلك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال انما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين انما ولي الله وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين ديل ديل هم اولياك لكن ما تقول تقول انا مع اهلي انا مع اهلي دي ما بتحل لك بعدين. بعد كله ابراهيم عليه السلام يقول لاستغفرن لك شكد ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه لانه وعد وقال له بستغفر لك. ربنا قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أنت بتقدر تتبرأ أزلها والله يسوي لك مشاكل في الحلة ولك تتبرأ من أهلك يا ناس أهل بنده في الشيوخ يقولك تتبرأ من أهلك أزول تجنيت ولا شو لا جنيت ولا أي حاجة. أنا زولا بنده غير الله ما عندي معه ما بحاربه ولا بقاطعه لكن أنا ده ما ولي ده ما ولي ولا ده الزول اللي أنا بحبه وبعظمه. أنا في النهاية بصل صلة الرحم ليه؟ عشان أقدر أبلغ له النصيحة وأكلمه ووريه اللي بيسوي فيه ده. لكن أنا ما بقعد أنصر فيه وأقف معه ما بقف معه في الشرك والضلال أصله ما بقف معه مهما كان. قال تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لاحظ نحن ماشيين في الحوار بتاع الرسل مع قومهم لحد ما وصل الحوار وين المرسلين موجودين
ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرسل قاعدين، جاء زول ساي مو رسول، لكن شوف الزول ده شدت ما كلامه سمح وعقيدته سمحة، ربنا سجل في القرآن نحن نتعبد بها ليوم الدين. يا رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قومي، كلم مع أهله وأهله هو قال لهم يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم. ده ما دار منكم حاجة، الرسل ما دار لهم شيء، وكذلك الداعية، الداعية ما دار لهم من ذول حاجة. ويومك اللي انت تبقى داعية ومتعاين في جيب الناس انت تاني ما عندك شغلة، انت شغلتك بايظة. عشان كده انت عارف الدعوة دي، الدعوة الإسلامية ذاتها ضاعت الناس كتار لما بقت مصدر رزق. شوف تميم الدعوة دي تبقى مصدر رزق، الزول بياكل منها، ده تاني ما بقول الحق عشان قريشاته ما ينقطعن، تلقى بتلبت الحقيقة ما داري يقولوا بتدسدس. ليه؟ القروش دي المشكلة هنا. ديل ما تجار، تجار الدين ما بقولوا الحق، عندهم مصالح. عشان كده الرسل ما عندهم مصلحة في بشر أبدا. قل لا أسألكم عليه مالا، الدين ده مجاني يا ناس، الدين ده بالمجان، ما في قروش، تتعلم بالمجان كويس. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بعد ما شاف الكلام ده حار عليهم، بردوا لهم بعبارة كده، بردوا بالراحة، قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني. بقى يتكلم عن رقبته عشان ما يجي يقول له انت قاعد تنبس فينا وانت قلت لنا كلام حار كده. قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطرني يعني اللي خلقني، مالي ما بعبد الخلقني. عشان كده يا اخوان العلماء قالوا البي خلق بيعبد، اما الما بخلق ما بيعبد. ربنا في سورة الحج قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب معناه ضبانة واحدة. قال ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعيف الضبانة والدار منها حاجة، ضعيف الزول اللي بيندهله فوق ميت، وضعيف الميت الراقي ذاته ضعيف. شكده ربنا قال في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق. اللي بيخلق والما بيخلق يا اخوانا واحد؟ معقول يكون واحد؟ ما واحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والله يا أبوك الشيخ المات دفنوا ده تلقى عامل له قبة كبيرة وأنوار فوق تكنتك تفتح وتكفل وموصل له كهرباء والقبة بيبخروها وطابلنا بطبلة ويا زول برنامج وحيران قاعدين جنب الباب وتراب بيبيعوا فيه وزيارة شغالة وناس بيدفعوا في البياض ده كله. أما الزول الجوا ذاك ما جاب لك خبر به ده كله. القبة دي فتحوها ولا قفلوها مو عارفة، الناس جو زيارة ولا ما جو مو عارفهم. ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا يقول في سورة مريم وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. بتحس؟ أبوك الشيخ الدفنو ده يوم جيت لقيته مالك قاعد برا، أكان لقيته قاعد برا جيب له قهوة، حصل لقيته برا، هل تحس منهم من أحد؟ ما بتشوفه أو تسمع لهم ركزة. ركزة يعني حركة، تسمع لهم حاجة. الرقد ده رقد خلاص، رقد
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ناس راقدين ما جايبين خبر لكن البيوعي زول العاقل البيكرعي البعيونه فاتحات البيوعي منه يقول له ذا تراب ما عنده حاجة زول ميت. ناس تعبد في القبور ليل ليل يا ناس نحن في العاصمة ومحل العلم في قلب العاصمة في قلب أم درمان جوا تمشي مقابر حمد النيل يوم الجمعة تلقى الجماعة جنب القبر داخلين جوا والقبر داقينه سيراميك في بيتنا ما في سيراميك في بيوتنا نحن الحيين ليل العايشين ما في داقين القبر لزول ميت سيراميك وبخور تخش جوا اجوا النسوان داخلين والرجال بندهوا في سيد القبر وجايب عيالة جايباهم سايقاهم من ايديهم تقول لا ابويا الشيخ بارك لي في دين عيال العيال شداد يبارك فون شنو جبك ورعون انت دار بركة اكثر من كده دار شنو ذاتك انت شداد هذيل ما شاء الله وبيقروا في المدرسة في شنو تاني بارك فيهم عقايد في تراب عقايد في بشر ميتين العقائد ده انا اكلمكم النصيحه لو ما تكسرت ما بنمشي لقدام ما يقدر يغشك يقول لك يا مولانا الامه بخير ايوه الامه بخير لكن في شر قاعد لابد يصلح لابد يصلح والموضوع ده ما بيصلح الا بدعوه صريحه اما الدعوه بتاعت الغدغته تغدغت في المواضيع تتكلم كلام فضفاض بفوق بفوق يا امه الاسلام الامه تحتضر والامه تنتظر والأمة تعيش جراح وآلام جراحة وينه؟ آلام وينه؟ في دعاة ما عندهم موضوع دعاة دارين يأكلوا ها؟ بمنبر الدعوة دارين يغشوا الناس شغالين شغل فوق فوق أتكلم عن العقائد دي عديل ما في عقائد خربانة في المجتمع ولا ما في؟ قبل أيام بسمع مريت بس عابر كده قناة اسمها ساهور دي قناة فاتحة وشغالة وذول سائلة ما بيمدحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح النبي يا اخواننا في اصله ما في مشكله كونك تقول انا ده امدح النبي ما في مشكله ما في صحابه مدحوه لكن مديح بكلام صح مش كلام غلط ما اي كلام بتقوله في النبي صلى الله عليه وسلم انت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الاطراء ده شنو؟ ما تزيد يا اخ ما تزيد فوق للحد المشروع لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ذيك البيت بتمدح وبيت متبرج شوف بالله شوف قمة الاحتقار للنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بيت متبرج وهو الذي حرم التبرج دق مكياج وما تعرف شنو وموسيقى شغالة أحمد يا حبيبي سلام عليك قالت كده يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروب سلام عليك هل النبي صلى الله عليه وسلم بيكشف الكروب؟ لا ده غلط ده غلط هل بيكشف الكروب ربنا؟ عشان كده ربنا قال في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تعرف القرآن الواضح ده لما تقول للجماعة يقول لك أيوه معناه انت وهابي ما بتحب النبي يا ناس هسه قال لكم وهابي وما وهابي منو انا اديتك ايه في القران في صورتين قاعده في صوره يونس الصفحه قبل الاخيره وفي صوره الانعام الصفحه الثالثه ربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله دي يونس الثانيه وان يمسسك بسوء وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير دي الأنعام تدي آيتين يقول لك انت وهابي يا ناس الجاب الوهابية شنو هسه دي الآيتين آيتين في القرآن البيتشي بس هو الله يقول لك معناه انت ما بتحب النبي يا ناس انا عشان احب النبي صلى الله عليه وسلم لابد اقول كلام غلط ما احبه بس صح الصحابة زمان ما كان بيحبوه عديل بس صح ما بالغلط جات يوم من الأيام جارية صغيرة يعني جارية البيت الصغيرة الما بلغت لسه قالت قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا ما تقولي
قال لا قولي، بتقول في القصيدة وفينا نبي، وفينا نبي، لحد ما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. أها، قالت نبينا ده بيعلم اللي بيحصل بكرة شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كويس كده، لا، قال لا لا تقولي هذا، ده غلط. قال لا لا يعلم ما في غد إلا الله، البكرة بيحصل شنو بيعلم والله ما بيعلم فلان وعلان، لا أبدا. ولو بلغ مرحلة مش ناس فلان وعلان، بلغ مرحلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. وبالتالي يا أخواننا آخر ما جاء عن هذا الداعية، وأنا داير ألخص كلامي واختمه، قام قال لهم شنو؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لأنه في ناس الليلة بيعتقدوا إنه الشيوخ بتاعينهم دي الناس القبب، يقول لك أهل السلسلة ما فيهم إلا ها، يقول لك أهل الليل، ما أهل الليل ولا أهل النهار، هم عقيدتهم شنو؟ إنه بعدين يوم القيامة ديل بيشفعوا لهم وبقربوهم لله. هنا قام قال لك شنو؟ قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن، يعني لو عملت كده إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال لهم الوقت ذاك ما ديل ما فيهم فايدة، الزول الصلع عقيدته خربانة، أول ما ينقطع من الكلام بجور عكازه، ودي الشغلة كده. أمشي أي مجتمع مما زول تدي الحق يقول لك هاي أنا هوي أسكت كلامك كتير أسكت خلاص، ده معناه دار يجور عكازه، ما عنده حاجة، معلوم دول فراس وانقطعت. ده نفس النظام ده أول ما كمل كلامه رموه في الأرض، داسوا بكرعينهم في كتب التفسير قالوا لحد ما أمعاؤه مصارينه طلعت من دبره، داسوا يا إخوان هذول بيقول كلام سامح زي ده بيقتلوا، لكن دي سنة الله في الكون، سنة باقية، إنه أي داعية بتاع خير وإصلاح عنده أعداء. ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أي دعوة خير عند أعداء، عشان كده ما تستغرب أي دعوة خير عند أعداء كتار جدا، أعداء واحدين شغالين كذب. يا أخي الليلة نحن مارقين الصباح وجايين عليكم هنا، الناس اللي قروا الجرايد ولا في وسائل التواصل كاتبين بالخط العريض مزمل يهود القاعد ده بالخط العريض في الجرايد، مزمل معتقل الآن واغتادته الشرطة وهو في مواجهة حكم الردة، وأقل الحكم ده إنه يسجن 4 سنوات أو القتل. في شنو يا ناس؟ هذا قاعد هذا عشان تعرف الكذب. كل الكلام ده ليه؟ لأنه يتكلم معاهم وعن شيوخهم وقال لهم الناس اللي بيقول لكم أعبدوا غير الله وما بجوز تعبد إلا الله براو، دي الشكلة كلها في الموضوع ده. شوف انت لو قريت التاريخ ده من الامم السابقه ليه امتنا دي وتاريخ الامه الاسلاميه والطوائف والفرق وده كله، لو انت قريته هتلقى الشكل اساسا موضوع واحد، نبي ولا داعي يقول للناس اعبدوا الله براو والجماعه دارين يعبدوا واحدين تانين، ده الموضوع كله. لذلك قتلوا اول ما قتل، اي نعم كويس، خلوا اخونا بسمعوا بسمعوا، قول سؤالك يا عم، قول سؤالك. ها؟ اي نعم، في ناس بيعبدوا غير الله يا اخي، الناس دي جوال، ناس دي جوال. ايوه، ما نقول له قال ابو فلان دي جوال، في شفت الفيديو بيعبد مع الله؟ ايوه شفته. هيا خليني من اسمه، في انا داير عالج غلط، انا ما جاي اقول لي فلان ولا فلان، انا جاي اعالج غلط موجود في المجتمع يا عمي، الغلط الموجود في المجتمع في ناس الان في القبور كده. خليك من القط، انا انت يا عمي يوم الجمعه امشي في مغابر في الخرطوم دي عشان تشوف بعينك براك كلام، انا خلو طب في الخرطوم تمشي هناك
بتلقى مقابر حمد النيل تلقى الناس الكلام اللي انا بقول فيه هنا ده كله بيسووا فيه هناك في القبور، وبيسالوا اصحاب القبور وبيدعوهم وبيتوسلوا بهم، الكلام ده كله فيه وقاعد. حتى افرض معاي وسلم جدلا، سلم جدلا انه ما في الرسول اصلا جنازتي الصحابه قالوا يجب كذا كذا كذا، قالوا وجبت كذا كذا، قالوا ليش؟ قال قلت صح، ده يعمل الخير خليه يجب عليه الجنه، ده بيعمل الشر. هل توسع الرسول قال الكلام ده ليه؟ نعم يعني تحصل من كلام الرسول؟ لا ابدا. طيب الرسول سن الكلام ده سن له؟ وضح ورينا. ايوه قول تفضل. ما ورينا قلت لك الرسول اصلا على جنازتين، واحده قالوا وجبت تخش الجنه، واحده قالوا وجبت تخش النار. ليه؟ ليه قالوا وجبت؟ طيب يا اخواننا الناس تهدى، ما في حاجه، ما في حاجه، الناس تهدى. كلام عمنا انا سمعته لحد النهايه، ونحن بنحترم الكبير، ودي الدعوة علمتنا كده، ونحن في أخلاقنا وفي آدابنا الإسلامية تعلمنا أنه نسمع كلام الإنسان لحد ما يكمل كلامه، ولو عنده سؤال لو عنده توجيه نحن بنسمع منه لحد النهاية، وبعد ذاك بنقول الحق من خلال الآيات والأحاديث. جزاك الله خير. لو عندك سؤال أسأل، ما في مشكلة، ما في مشكلة إن شاء الله. أنا أي سؤال إن شاء الله بجاوبه بكل هدوء واحترام تام للكبير واحترام تام للصغير من أهلنا ومن أحبابنا. فأقول عمنا سؤالك الآتي يا أخواننا، الناس يعني يبقى الموضوع واضح بالنسبة لي، أنا دار أجيب على استفسارات. طيب سؤاله إنه الحاجة دي اللي قاعد يعملها منو أصلا؟ هل هي موجودة يعني الناس بتعملها ولا ما موجودة؟ الإجابة يا أخواننا إنه أنا بتكلم عن واقع موجود، واقع معاش، والناس كلها شايفاه وعارفاه. طيب الناس تهدى يا اخواننا وبيسمعوني، ما في شيء يعني، ما في شيء مزعج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكان بيكلم الناس، وحتى أصحابه رضي الله عنهم والصحابة ما كانوا يا اخواننا ناس سيئين. لما نحن نجي نقول الكلام ده للناس ونحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ده ما معناها إنه أنا شفت فيك حاجة وجاي أتكلم عنك أنت، لا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان في مرض الموت، وكان الوقت ذاك قدامه موية وجنبه قطعة في يده، بياخذ القطعة وبيخطها في الموية ويمسحها على وجهه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذاك بيتلفت على الصحابة بيقول لهم لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول للصحابة، رغم أنه يا أخواننا الصحابة ما مشركين، مش كده؟ ما في حد من الصحابة مشرك بالله أبدا، لكن مع ده بيقول لهم فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يبقى يا أخواننا الفائدة اللي بنستفيدة إنه أنا لو جيت كلمت الناس، لو جيت كلمت الناس انه ما يعبدوا غير الله او ما يدعوا غير الله، ده ما معناها اللي تكلمت معاهم دي المشركين، لا ابدا ابدا لا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للذين امنوا ذاتهم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، مع انهم مؤمنين بيقول لهم امنوا. وبالتالي انا لما اجي اقول كلام زي كلام الجبال ده الناس ما تفهم إنه أنا بجي أتكلم معهم لأنهم هم مشركين، لا، ما بالضرورة، ما بالضرورة. أنت لو عامل الحاجة الغلط تخلي الحاجة الغلط، أنت لو ما عاملها ما في داعي تزعل أبدا، ما في شيء بزعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها، دي أم المؤمنين، مؤمنة، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ولولا ذلك، يعني لو ما إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف إنه الناس تقع في الشرك، قالت لأبرز قبره
غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. عشان كده قال كما في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا؟ لأنه يا أخواننا ممكن يجوا ناس جهال جهال يعبدوا القبر. الكلام ده حصل ولا ما حصل؟ حصل في بلدنا، حصل في غير بلدنا، حصل. طيب جاء في الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي، ده أثر عن السلف. واحد جاء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كويس، جاء للقبر ودخل جوا بقى بيدعو في الله، مع إنه الزول اللي بيدعو الله، اللي بيدعو الله ما مشرك، لكن الإنسان ما يعود نفسه يدعو جنب القبر. ليه؟ عشان يكفي الباب. ده عند المالكية اسمه سد الذرائع، لأنه أنت لو بتدعو الله جنب القبر بيجي واحد تاني بيدعو القبر، عشان كده قفلوا هذا الباب، قفلوا. لقاوا الحسين بن علي بن الحسين، أو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، ده جد الرسول عليه الصلاة والسلام. جلق الأعرابي ده جنب القبر والعربي بيدعو جنب القبر، قام طوالي مسكه ونهاه وقال له تاني ما تعمل كده، ما تعمل كده تاني. ليه؟ قال له: سمعت أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه منه أبوه الحسين بن علي رضي الله عنه، وجد منه جد علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنه. قال له: سمعته النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم. الصلاة يا أخواننا على النبي صلى الله عليه وسلم ما بتحتاج إلا الزوج شنو يمشي هناك، ما بتحتاج. لو صليت في مكانك ده، في مكانك انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وكل الملائكة، الملائكة دي بتجي تسمع صلاتك وسلامك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيبلغوا له في قبره، بيبلغوا له. عشان كده ده كل العلماء قالوا ده عشان ما يتفتح باب للناس انه يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد. والناس الآن الكلام ده شايفينه في المجتمع. عشان كده أنا قبل قلت لك الدعوة إلى التوحيد الصحيحة لابد تكون دعوة واضحة. في ناس بيعبدوا في القبور، أيوة في الليلة دي في، دار تقول ما في ولا شنو؟ أمشي شوف القبور دي، أنت ما شايف المجتمع ولا شنو؟ المجتمع ده عايش برا منه. أمشي قبر حمد النيل لسه الليلة دي، أمشي شوف الناس بيعملوا شنو هناك، شوف الناس الآن بتعمل في شنو. ناس بيجوا للقبر بيتوسلوا ويدعوا. يا خليك من ده كله، افتح النت الآن، افتح النت واسمع بآذانك القصائد اللي بيقولوها الناس بلسانهم. سيبك من الكلام اللي قلنا نحن، افتح القصائد، قصائد شغالة الليل والنهار، وقول لك دي مدايح، مدايح. قال: إنّاب خطب في البلاد نزيله، قل يا ولي الله إسماعيله. ده دعاء لغير الله ولا ما لغير الله؟ هل إسماعيل ربنا؟ ربنا ما إسماعيل، ربنا الله تبارك وتعالى. ليه ندعو إسماعيل؟ دي قصيدة قالها شيخ كبير، شيخ الزريبة عبد الرحيم البرعي، الديوان موجود، بيغنوها الأولاد بتاعينه، بيمدحوها بالطارات، أولاد البرعي القدام وأولاد البرعي الجداد يمدحوها عديل مديح. تسمع أنت بأذانك، يقول لك لما تنزل مصيبة في البلد تدعو تقول يا إسماعيل نجينا. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين بيتكلم مع ابن عباس، قال له شنو؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تسأل الله، ما تسأل إسماعيل، ما تسأل إسماعيل. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال استعن بإسماعيل ولا غير إسماعيل أبدا. الناس شايفة الحاجات اللي بتحصل، عشان كده الزول اللي بيقول الأشياء دي ما في، احتمال هو ما شافها، وكونك أنت مش ما شفتها ما معناه ما في، لا لا في، موجودة. المجتمع ده مليان يا أخي، سيبك من ده كله. الليلة اللي بنسمع عند أماتنا الكبار، ما ديل قاموا لقوا الحاجات دي قدامهم كده، لقوها كده وظنوا إنه ده الدين الحق،
واحدة قامت على حيلة يا شيخي فلان، وانقعدت يا شيخي فلان، ويا فلان تلحقنا في الكلام ده ولا ما في؟ أنا ما سوداني جاي من هنا ولا أنا جاي من أوكرانيا؟ ما سودانيين وقاعدين في المجتمع ده عارفين أي حاجة إحنا. البن ده فكي، والبن ده السادخ، والبن ده السلسلة، والبن ده الغوم، بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. ده مقطع الآن جابوا لي في التلفون ده، ممكن أي واحد منكم يسمعه. ده دكتور اللي بيقول الكلام ده، دكتور في جامعة، ده مفترض يكون زول متعلم، مفترض يعلم الناس، مفترض يرشد الناس ويوريهم الحق. ده دكتور قال لهم المطرة لما تجي لو دارين المطرة، قال نمشي ندفع البياض للشيخ عشان يجيب لنا المطرة. رأيكم شنو في الكلام ده؟ ندفع البياض، قال المطرة الأولية بيدوة على حسب الطلب. انت دار مطرة غزيرة بدوك مطرة كثيرة، دار مطرة شوية دائرة شعفوفة بالهواء والكتاحة بيجيبوها لك. أولية بدو مطرة يا ناس؟ القرآن ده ما قرأوا؟ ده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية، قال رئيس كرسي الفتوى ولا شنو ما عارف. ده مفترض يكون زول مدرس، مدرس يعلم أولادنا. قال المطرة يدوب، قال حواشتين بينات سرابة، بس دي حواشة بجاي ودي حواشة بجاي. قال البهينة تنزل فيها المطرة والبغادي ما تنزل فيها المطرة. ليه؟ لأنه البيجاي دفع البياض والبهينة ما دفع البياض. رأيكم شنو في الكلام ده؟ هذا أي ذول يسمعوا ده كلام فارغ يا ناس. فذهب الناس يبحثوا إن الإسلام راب نمشي للمشايخ لندفع القروش، قدر يغزيه بتنزل الأمطار والمطر زاد وراد بيدوها على حسب الطلب. عجبك عجبك ما عجبك، أمشي أفتح لك شوف ده بقول لك بصراحة. ما اخوانا شوف الزول اللي ده شيخه وزعلان، مش كان جبت له فيديو، اكان جبت فيديو، اكان جبت للشيخ ذاته يتكلم هنا في النهاية بقول لك سيدي قال الكلام ده وكلام سيدي صح. نحن ده كله ما يهمنا كثير، نحن دايرين نقول لك كلام ربنا تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم. أقعد يا أخوانا ما في حاجة، خليكم رايقين ما في شيء، أقعدوا. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر. قال تعالى في سورة الشورى، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. تمام؟ فعشان كده يا اخوانا ال- 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 انا كلامي من قبل دار اوقع على الناس مسألة انه الدعوة الى التوحيد بتقتضي مناقشة العقائد الباطلة، والعقائد الباطلة الموجودة في المجتمع دعاء غير الله تبارك وتعالى، واعتقاد انه غير الله يعلم الغيب، واعتقاد انه غير الله بيرزق ويهب الذرية ودي الجنة إلى آخره من ذلك. شكد ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شيخ مزمل.